تيرسه بامبير رينكلي، يعني بيطلعوا على هاي النبته بس شفنا لونها بقدر انا هي بالباز ولا اسيت، يعني الطبراك اللي هي التراب اللي موجوده فيه نسبه الاسيت اكثر فيه ولا الباز؟ اذا كان لون النبته هاي الزهره القرطنجه بتكس لون زهوره زهري بامبي، فبالتالي الباز هو اللي اكثر. تمام، يعني بتعمل وظيفه البيرتيتش، لكن هي طبيعيه بدون صنع، يعني من دون تدخل الانسان نهائي. فاذا كان طبراك مايل للباز بيتحول لونه للبيمبي، اذا كان اسيت بيتحول لونه لايش؟ للمافي، لونه ازرق او او زهري. بقى اذا كانت باز بيتحول لونه للزهر، والاسيت التراب يعني كان فيه نسبه الاسيت كثيره بيتحول لون النبته لايش؟ للمافي. صعب هلا هون بتخربها، هون بالعكس بدك تحفظوها. لكن ليش عم بقول لكم حطوها بجدول؟ بدكم تحفظوها بصم، يعني الاورطانجا بتكس مع الباز بيصير لونها بيمبي، لكن بتتذكروا الفينال فيتاليين شوفوا مع الباز كمان بيصير بيمبي مثل الاورطانجا بتكس. لكن مثلا بتلاحظوا انه مع الاسيت بالعكس، شلون الاسيت بيتحول لونه الاورطانجا بتكس نعم يعني خرب. ايش عم تقولوا؟ مين كان عم يحكي؟ سألوني ما سمعت. أنا هسه عم بقلك إنه نحن عم نظبط مثلا يعني التابلو، أنت ما عم تقولي لنا نحط الباز والأسيت ونسوي الهال، طب بلكي خربطنا نحن عم نكتب. إيه مو الكتاب قدامكم ولا لا؟ تمام. ما بصير الكتاب عندكم، تمام؟ الكتاب عندكم افتحوه قروا الفقرة مرة واثنين وثلاثة، أنا شرحتها كثير. عم بقول لكم الأورطانجة بتكس هاي النبتة، إذا كان التراب فيه صفة الباز تمام، يعني فيه باز بيتحول لونه أو بتكون لون زهرته بيمبي، أما إذا كانت أسيت بتكون لون زهر إلى مافي. ما هي صعبة أبدا، فبتحطوا لي هذا الجدول اللي قسمناه ثلاث أقسام، مو هيك اتفقنا؟ أول قسم عبارة عن الآي راتش، تكتبوا هون مثلا الأورطانجا بتكس، ركزوا معي، تقسموا لي لقسمين، هون اسيت هون باز. طيب بالاسيت ايش بيصير لونه؟ بيصير لونه مافي، تكتبوا لي هون مافي. بالباز ايش بيصير لونه؟ بيمبي. بيمبي نعم، بس هيك بس هيك بس هيك مو اكثر، بس الالوان حددوا لي اياها. انا الايراج اسال ايراج مش بنكتب فيها اورطان جابت كيسي هيك بهون أورطانجا بتكس فينول فيتالين ميتيل أورانج مور لهنا تورنسول كاغد، هدول الأمثلة اللي أخذتيهم. كل واحد بالأسيد إيش بيصير لونه وبالباز إيش بيصير لونه. صعبة؟ لا آسف لا آسف. الجدول بدي أشوفه درس الجاي جاهز، بالإضافة لا كتابة الأسيتلار والبازلار الموجودة عندكم بالكتاب، أربعة بأربعة تمام؟ الاسم مع الفورمول، الاسم مع الصيغة تمام؟ أنزين مو لنا في الكتاب ليش عندكم؟ معلش كتبون، التكرار بيعلمكم وبيساعدكم على الحفظ أكثر. على كل حال رح أعمل إملاء الأسبوع الجاي أو مو الأسبوع الجاي، عندي درس يوم الثلاثاء. أنسي صح ثلاثة للبنات، لا للصبيين ثلاثة بتوقع، البنات يوم الأربعاء. لا أنسي نحن البنات ثلاثة، لا الأستاذ بعت لي إياه. تمام مو مشكلة مو مشكلة، الثلاثة والأربعاء عندكم إملاء تمام، جوز أكتب أسئلة معه جوز لا، أنتوا درسوا منيح. اليوم بتوقع بكفي هيك لهون، بعد إذنك أستاذ ممكن تنزل شوي، لا شوف أدعم عندي ضل بالفقرة. شوفوا هذا المور لهنا، أيوة مين دا يسألني؟ أنسى يعني الأسبوع الجاي بدها تشوفي الطابلو جاهز؟ مو الأسبوع الجاي، بعد بكرة يوم الأربعاء. مش قادرة احنا نكتب كم وحدة بس هيك بس كل اللي أخذناهن، هدول الخمسة اللي أخذناهن، تورنسول كاغد، ميتيل أورانج، فينول فيتالين، كرمزي لهنا، هي اسمها كرمزي لهنا ذاتها، لونها مور بس سموها كرمزي لهنا، وإيش ضل عندي؟
القرطان جاب يتكسر، هدول كلهم بدكم تكتبوهم، تكتبوا لي شلون بيتغير لونهم، تمام؟ طيب استاذ بعد اذنك كمان على الرسمه الثانيه في بعدها بعد الاتكن ليك لازم كاتبي لي النتيجه. شوفوا الالوان شلون بتصير. الترمزات ايش فيها رح هيك بتتغير لونها؟ هي من ايش مكونه؟ هي عباره عن ورق، تمام؟ الورق اغلبه بيكون مصنوع من الخشب بالاصل، لكن في عندي مواد كيميائيه مضيوفه لها بحيث بيتغير لونها. طب ليش هي عم يتغير لونها؟ كله تفاعل، وقت عم تحط اسيت عم يتغير، عم بيصير تفاعل معين، عم ينتج مواد، تمام؟ مو عم بيطلع عندي هيدروجين ايون لري، فعم يعطيني هذا اللون. اللون مثلا بالنسبه للترنسول كاغذ الاحمر، بينما بالباز مثلا عم بيعطيني اللون حسب ايش لونها الاساسي هي للورقه، لانه في عندي ازرق وفي عندي احمر. انت حط لي اياها. نعم، يعني بالترنسول كاغذ فيها اسيت وفيها باز، لهيك عم نحط لها اسيت بتصير بتغير. لا هي عم تعرف لي هذا الوسط اسيت ولا باز، هي عم تعرفه عن طريق تغير اللون، لانه عم تتفاعل وتعطيني لون معين. مثل هون مثلا الكرمزي لهنا، تمام؟ لونها الاساسي مور، بنلاحظ باول مره تحولت للاحمر، الثانيه ممكن تقولوا للازرق، هي مور غامق مثلا. شلون بدي اعرف الاسيت من الباز؟ حددوا لكم، بيقولوا لكم مثلا جوزيلتين الرنجي موردان مافية، باز كلين ارت مصدر ومضايسة جوزيلتي رنجي في الشيلة دونشور. يعني هذا اللون اللي بنشوفه نحن المور البنفسجي اذا تحول للازرق او ممكن يتحول كمان للاخضر، تمام؟ فبالتالي هون ايش عم بيزيد؟ البازي كلين. بازي كلين ايش يعني؟ يعني صفة الباز، يعني الصفة عندي، في عندي باز قوي وفي عندي باز ضعيف، فكل ما زادت صفته اللون عم بيروح للاخضر اكثر، تمام؟ كل ما عم تزيد قوه الباز عم بيروح بتغير لون هذا المحلول من المور للاخضر، تمام؟ بينما بالنسبه اذا كان عندي اسيت فعم يتغير لونها لايش؟ للاحمر، بالنسبه اذا كان اسيت موجود عندي، تمام؟ هي عباره كمان عن باليرتيتش او اي راتش، بس هي بنسميها نورمال او دوغال طبيعيه، ما هي مواد مصنعه. طيب انسه الاملاء راح تسوي لنا اياه بس عن الاسيت والباز، يعني المادلر الالون. ايه ممكن، ممكن اقول لك عارفي لي الاسيت، عارفي لي الباز، عارفي لي الايراتش، عارفي لي يعني باليرتيتش، عددي لي انواع الباليرتيتش مثلا. يعني هي عباره عن تيست سريع او عفوا سؤالين سريعات، تمام؟ بقول لك عارفي لي الباليرتيتش، بدك تعرفيه وتذكري لي عنه امثله. اكيد الكلاسيك صح؟ كلاسيك ايه على ورقة. تمام. استدت اليوم على الاندستري زي ما قلت. ايه طبعا مادة باندستري القسم الثالث او الرابع حتى. اول قسم بيريوديك تابلو، الثاني فيزيكسال بي كيمياسال دي الشملار، الثالث تبكي مادي كيمياسال تبكي مالاري، والرابع اللي هلا احنا عم ندرسه هو عبارة عن الاسيت وباز لارج، تمام؟ أنسى بس لسه ما حفظنا لهذا الجديد الأسيت بالبازلار. درسوا له بكرة. بعد بكرة معكم يومين كاملات ما حتقدروا تدرسوا هالفقرة؟ أنسى ما أصدق هلا أصدق احنا إيه تمام. اليوم اليوم التيست ما فيه. أنسى أنا عم بحكي عن مذاكرة اللي وقتك تحضروا على الدرس. لا أنسى هلا عم بسألك. لا 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 رح تجي الأسئلة من البيريوديك تابلو، كيمياسال وفيزيكسال دي الشملار، وكيمياسال تبكي مالار، تمام؟ تمام أنسي. يلا موفقين. معناتها بننهي الجلسة اليوم، وهلا بتقدموا الامتحان، بشوفكم إن شاء الله.